سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة. الكتاب المقدس بيعلمنا أنه ليس خفي إلا ويستعلن، ولكل شيء تحت السماء وقت، وتوقيتات الله دائما دائما منضبطة حسب طول أناته ورحمته وحقه وعدله ومحبته. النهاردة موضوع وقصة حلقتنا هنشوف فيها أنات الله وعدل الله وحكمة الله وشر الإنسان. هنشوف كل ده بكل وضوح. عنوان حلقة النهاردة هو كيلا مولر ونهاية البغدادي. اسم كيلا اتردد كتير في الأسابيع الماضية على ألسنة نساء البغدادي وبنته، وإن القادة حتى الرجال الدواعش اللي كانوا بيساعدوا البغدادي، وأيضا تردد على ألسنة ضحاياهم، ضحاية الدواعش من الأزيديات المختطفات. سمعنا يعني في الانترفيوهات اللي في الأسابيع الماضية شفنا أمور كتيرة اتكشفت وحقائق كتيرة اتكشفت. احنا كنا عملنا من يمكن 2015 عملنا حلقة اتكلمنا فيها على كيلا وشاركنا باللي كنا نعرفه في وقتها. لا أعتقد ان اللي سمعناه النهاردة من داخل بيت البغدادي، من داخل خنادق البغدادي، من داخل سجون البغدادي، لم يكن متوفر بهذا القدر حتى اليوم. فاكتشفنا حقائق كتيرة، حقائق مروعة عن اللي مرت به البنت دي، بنت صغيرة بريئة ولكن قوية جدا في نفس الوقت، مرت بأمور مروعة جدا على ايدين مجرمين داعش وخليفة داعش. مجموعة من البشر أعادوا حلم الخلافة الإسلامية ونقلونا إلى صورة حقيقية من التاريخ الدموي الشرير المظلم للإسلام، وكأننا عدنا إلى القرن الأول الهجري. يعني تحس كده أنه أنت اتنقلت، حتى اللبس، حتى الكلام، حتى الأسماء، أبو البراء، يعني المهم، يعني كل الكلام ده اتكلمنا فيه كثيرا، لكن الصورة كانت وكأننا رجعنا إلى القرن الأول الهجري بكاميرات. الأفعال، الأفكار، اللغة، الكراهية، العنف، كله رجع مرة تانية. دي كانت صورة حقيقية لما يصنع الإسلام في قلوب البشر، لأن كل أدواته بتؤدي إلى موت القلوب، إهلاك النفوس. النهاردة بقول لك افحصوا قلوبكم، افحص قلبك وابحث عن الحقيقة وأنت تشاهد تركيبة الأحداث وأثرها على حياة الناس اللي تلامسوا مع هذه الخلافة الإسلامية الحديثة عصراً، الحديثة عصرا والمنقولة نقلا حرفيا من تاريخ الإسلام المشين. الكتاب بيقول كده أنه يجب أن نفحص طرقنا ونمتحنها ونرجع إلى الرب. إن لم نفعل ذلك ندان. أكيد كتير منكم كان بيتفرج على الأحداث دي ومش عاجباه أو بتخوفه أو بيقول دي مش من الإسلام أو وهكذا، ولكن هناك الكثيرين من وافقوا وشاركوا وساندوا وتمنوا إن هذه الخلافة الإسلامية تدوم. هي تدوم وهم يبقوا يصلحوا شوية، يبقوا يعدلوا شوية أو يزيدوا الشر. عايزة أوريكم أحد هؤلاء. الشيخ عبد الله رشدي كتب تويتة عجيبة الشأن في يعني بس اليومين اللي فاتوا، يمكن من 3 أيام ولا حاجة زي كده،
يعني عبد الله رشدي عنده حلم الخلافة واضح وموجود، ويعني لا يمكن إنك تقدر تشيله من ما بين سطور كلماته في كل وقت. ولكن هذه التويتة بقى، نشوف التويتة دي واضحة، شوف السلايد ده بيقول كده: كهذه الأيام منذ قرن سقطت الخلافة الإسلامية على يد ثلة من أهل الضلال، لكنها لم تسقط من دين الله وهي عائدة. شايفين؟ ده بقى ما بقاش بين سطور، ده واحد حاسس إن هو عايز يقول الخلافة عائدة، بس لازم يصلح نفسه بقى، هتعود على يد المهدي عليه السلام. ولازم تشوفوا بقى التعليقات اللي تحت التويتة دي، الناس بقى سلخته في موضوع المهدي، ودي حقيقة ولا خيال، وهو مين، وهل ينسب هذا الموضوع لكلام الرسول ولا لا ينسب، وهكذا. اوكي، خلينا نقرب الصورة تاني عشان أكمل بقية التويتة. فبيقول لك كده إنه المهدي هيملأ الأرض عدلا بعدما قد ملئت جورا وظلما، ولا علاقة بقى، عشان ينفي بقى، عشان طبعا اللي يمدي الكل بيتكلم على الدواعش، ولا علاقة للدواعش وإضرابهم بالخلافة، بل هم دخلاء عليها وقد رددنا على شبهاتهم من قبل. معلش، عبد الله رشدي عنده حلم الخلافة صاحي زيه زي كل الشيوخ، اللي يسميها خلافة واللي يسميها تمكين واللي يسميها انتشار الإسلام ورفع علو كلمة الله، سموه زي ما تسموها، لكن في النهاية الكل عايز السلطة، للسلطة الإسلامية تكون في قيادة العالم. تخيلوا كده، تخيلوا لو كان في سلطة إسلامية تقود العالم، كان بقى شكل العالم إيه؟ كنا رجعنا لنفس الصورة الداعشية دي، بس يمكن بلبس مختلف أو بإمكانيات مختلفة، أو مفيش قتل بس في جواري. يعني معلش، كمان الأستاذ هنا حزين قوي على الخلافة الإسلامية اللي سقطت في تركيا من 100 سنة، وبيقول أهل الضلال اللي هم يعني إدوا حياة وشكل من الحضارة لتركيا، خلاها تبقى يعني مواكبة للعصر، وإلا كنا هنبقى قاعدين في عصر الخديوي للأبد، وكل الفساد اللي كان فيه. سؤال للأستاذ عبد الله رشدي: لو تمكنت داعش واستمرت داعش، كنت هتعمل ايه؟ كنت هتنضم ليهم؟ الفخر بخلافة قتلت وذبحت وسبت وعربدت ولم ينتج منها إلا شر، ده بيقول إيه عنك، عن فكرك؟ يعني الخلافة العثمانية احتلت بلاد، قتلت ناس، كل القصص والكتب اللي قريناها عن عربدة قيادة الخلافة الإسلامية، قيادات الخلافة الإسلامية. ده بيقول عنك إيه؟ التاريخ موجود ويدون ذلك. أحيانا لما بسمع عبد الله رشدي بيتكلم ما ببقاش عندي حاجة أقولها إلا عن عبد الله رشدي وأمثاله، يعني ملاحم الفساد الأخلاقي والروحي اللي بنشوفها بتطلع كده من أفواههم، ما عنديش حاجة أقولها إلا اللي قاله صلاح جاهين، وعجبي عليكم بصراحة. يعني النهاردة ليه إحنا بنتكلم عن كايلا أو كيلا؟ لأنه لكل شيء نهاية وتمن يدفع، لكل شيء نهاية وتمن يدفع. دلوقتي هنشوف فيديو للمقابلة الثانية مع زوجة البغدادي. في المقابلة دي هتتكلم عن
أنا بس خدت الجزء اللي اتكلمت فيه عن السبايا وعن الآخرين وعن الجنسيات الأخرى اللي كانت موجودة، وعن تحس بروح انفصالية كده، إنه يعني دول ما دون البشر اللي هي بتتكلم عليهم دول، وبتقول إنها عملتهم كويس، وطبعا كلهم طلعوا قالوا إنها كذبت. فخلينا نشوف الفيديو ده ونسمع كده هتقول إيه. موضوع التأنيف للسبايا من قبلك ومن قبل زوجات البغدادي. بالنسبة للتعنيف السبايا، يعني أنا الحمد لله، يعني أنا قبل كل شيء مرة مثقفة مسلمة، أعرف يعني أحكام الشريعة، وأن هذا الأمر أصلا لا يجوز في الشريعة الإسلامية، فأنا لا أقدم عن هذا الأمر وأنا متأكدة من نفسي. لكن إذا أنت لم تكوني قد عاملتيهم كما تقولين بشكل سيء، لكنهم تم معاملتهم بقسوة من قبل قيادات التنظيم. أنا لا أستطيع أنكر هذا الأمر، أنا لم أشاهد هذا الأمر طبعا، لكن سمعت يعني حالي حال ناس كثيرين في هذا التنظيم سمعوا بهذا الأمر. طبعا في أناس عملوا معاملة غير جيدة بسبب الجهل. أكثر هؤلاء الناس اللي هم يدعون أنهم قيادات وأمراء، هم لا يعرفون أبسط أحكام الشريعة الإسلامية. يعني هي عايز فهمنا انه هي ما كانتش موافقه على ده، وبتقول لك انه الشرع الاسلامي ما بيقولش بهذا الكلام، اللي هو ايه؟ انه ما فيش سبي. ده لحد النهارده في دول اسلاميه فيها سبي وفيها عبيد، ولحد النهارده لما تسمعوا الشيوخ يعني بعد داعش ابتدوا يقفلوا بقى، مش هيتكلم في الموضوع ده. لكن في هذا الوقت، لما فاكرين لما عمرو أديب كان بيسأل الشيخ خالد الجندي ويقول له طب يعني أنا لو رحت لبلد كده فيها جواري أقوم أخد لي جارية يبقى أوكي؟ آه طبعا يبقى أوكي، مدام قانون الدولة في، هو أي دولة هيكون فيها قانون للسبي وللجواري، السبايا والجواري، إلا إنها تكون دولة إسلامية. يعني روح موريتانيا وفيها جواري يبقى عندي بيت وكم جارية؟ اه مفيش مشكلة. ال 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 الست أسماء تعتقد أن معظم الناس جاهلين بالإسلام، هي بتسمي اللي عملوه ده، بتقول ده جهل بالإسلام. لا، أنت بتعتقدي أن احنا أغبياء أو جهلة بالإسلام، ولكن الله كشف الإسلام يعني بكل تفاصيله بشكل واضح للعالم كله، مش بس العقلاء والمفكرين والسائلين والباحثين وتاركي الإسلام زي كده. وبعدين سؤال لحضرتك، يعني السبايا ده كان زمان، وإنه الإسلام حتى قال ان هم يعاملوا بطريقه كويسه، مش كده؟ هل عمر عامل السبايا او الجواري بشكل محترم؟ لا، عندك قصص بتحكي لك ان عمر كان بيضرب الجاريه لو شافها لابسه زي الحره في الشارع وقدام الناس. عمر خليفة المسلمين اللي يعني الكل بيتكلم عن أخلاقه. أسأل حضرتك، هل كان في سبي في الإسلام ولا لا؟ فيه. إمتى بقى التاريخ اللي اتلغى فيه السبي؟ ما اتلغاش. يعود السبي عندما يعود الإسلام للسلطة. ولكن نعود للأصل، هل السبية من حقها الاختيار؟ يعني السيد يجي يقول لها انا هغتصبك النهارده، انا هعاشرك كزوجه النهارده، تقول له لا معلش مانيش نفس؟ لا، السبيه تعامل ككرسي، كشيء هي للمتعه. مش القران بيقول كده؟ وما ملكت أيمانكم. طب ليه؟ لأن ده هو الشرع الإسلامي. هل هو الجهل اللي انت بتقولي عليه ده أم الإسلام؟ الشيخ الحويني المعاصر لليوم وأبنائه كلهم بيفكروا نفس الفكر، ليه
مقاطع كثيرة بيتكلم فيها لو كان الإسلام قوي كان زماننا بقينا عندنا سبي وبقى عندنا غنائم ومش عارف إيه. فطبعا التنصل من ده. والنقطة المهمة بقى اللي عايزة أقولها في ما تقول هذه المرأة عن معاملتها للجواري للسبايا اللي كانوا عندها. عندما قالت الأزيدية سابين أن البغدادي كان بيحاول الاعتداء عليها وزوجته أسماء موجودة في البيت في الأوضة قدام مراته حقه مش كده؟ هنتنقل للفيديو اللي بعد كده وهي بتتكلم عن أمر الحسبة واللي فرضت على الناس، الناس اللي كانوا بيمشوا في الشوارع ويحاسبوا الناس على لبسهم واللي بيعملوه وكل ده. خلينا نشوف. أمر الحسبة كان كارثي جدا، يعني في ناس ما أعرفهم كيف يعني اختاروهم حتى يكونوا هم يحتسبون على الناس في هذه الأمور، بينما هم أصلا لا يعرفون شيء من الشرع حتى يحتسبون على الناس، وكانوا شديدين جدا على الناس في المعاملة، وأغلبهم كانوا ليسوا عراقيين طبعا، كانوا من جنسيات المغرب، تونس، ليبيا، اللي يكونوا شديدين وجلاف وأغلاظ. أبو بكر، ممن كان يشكي من هذه الجنسيات؟ نحن نتحدث عن الجنسية العراقية في التنظيم، الجنسيات العربية في التنظيم، الجنسيات الأجنبية في التنظيم. ما أعرف أبو بكر هو رأيه في هذه الجنسيات، لكن بصورة عامة أنا اللي شاهدته واللي الواقع اللي عشته يعني أثناء خروجي من البيت إن الناس كانت تشكي كثير من هذه الجنسيات، تتعامل بغلاظة وشدة مع الناس، يعني تنفر كثير، فالناس كانوا جدا متعبين من هذه الجنسيات وخاصة الجنسيات العربية. من السمات الإسلامية العميقة يعني إنك تشوف إنه الإسلام دائما يميز، ويقولك لا لا الإسلام ما بيميزش، لا يميز، والناتج هو بنشوفه في الناس. الحديث بتاعها عن الجنسيات الأخرى فيه احتقار للكل، وعندما تتحدث عن زوجها وهو بيقول لها إنها لما بتترحم ما تترحمش على أبوها لأنه إحنا مش عارفين ده رايح الجنة فممنوع تترحمي عليه، تكفير الكل. فما بالك بقى بالأزيديات وواحدة والأمريكان واللي كانوا بقى مش منضمين لداعش. ده بتتكلم عن الناس اللي انضموا لداعش وبينفذوا أوامر داعش. من العجيب جدا أن كل القادة كانوا من العراقيين أو السوريين أو يعني اللي يمكن هي عرقية ف يعني شايفة نفسها أحسن من كل بقية هذه الجنسيات، ومعظم القادة اللي موجودين في السجون النهاردة هم اللي كانوا بيدوا الأوامر للناس دي تعمل كده. دول قادة القتل والنهب والتهجير والاغتصاب وكلهم يعني مثلا انت مش عاجبك الجنسيات الأخرى اللي كانوا بيقصوا على الناس وكانوا بيضايقوا الناس في الشوارع، الأوامر صادرة من جوزك واللي تحته، وكانوا هم أول. كل ما تسمع واحدة أزيدية بتتكلم عن فترة أول ما وصلوا للمناطق الداعشية كانت تقول لك دخل الأمير الأول يدخل ينقي زي محمد كده للخمس. احتقار الناس. نشوف بقى الأهم وموضوعنا النهاردة وهي بتتكلم على كيلة. إزاي بتتكلم على لقائها مع كيلة؟ هناك من يقول بأن النساء هن من أوشينا بمولر لقادة التنظيم مما دفع إلى مقتلها. ما أعرف هذا الأمر، لكن أعتقد الأمر ليس بهذا الصورة. ما أعتقد أن قادة التنظيم تأثروا بالنساء بصورة عامة، النساء لا رأي لهم في التنظيم. كم بقيتي معها؟ كم تحدثتي معها؟ كم مرة شاهدتيها أم حذيفة؟ مرة واحدة وكانت تقريبا نصف ساعة أو أقل. هي الحادثة حتى تكون أنت يعني في الصورة اللي حدثت، هو أنا أعتبره سوء حظ بالنسبة لي أني شاهدت هذه المرأة. أنت تحدثتي معها ومن ثم تحدثتي مع العدناني، ماذا قال لك؟ لا أنا فقط سألته هل هي زوجة، العفو مع أبو بكر، هل هي زوجة أو غير زوجة؟
يعني هذا الأمر اللي إذا كانت الزوجة لأنه تعرف أنه ممكن يكون أولاد موجودين يعني بالنسبة للأعراض حتى لا تخالط وأخبر أنها ليس الزوجة. وبقيت نص ساعة مع كايلا تقريبا، قعدت نص ساعة مع البنت علشان تفحصها ما أعرفش عشان إيه هي كزوجة. ما هي دي بقى من الحاجات اللي اتكررت كتير في كل الانترفيوهات بتوع البنات والستات دول اللي اتكلموا، كلهم كانوا كارهين انه يكون في تعدد زوجات او انه يكون في نساء اخريات في حياه ازواجهم. الاسماء بالتحديد اتكلمت كتير عن ألمها وانها صبت جام غضبها على البغدادي لما شافت كيلا ولما جابها عندها. وجابها عندها ليه؟ كانت في بيتك وانت انكرتي انك تعرفي انها اغتصبت وانه يعني، وكانوا سبايا اخرين موجودين في بيتك اللي بتقولك لا انا سبايا لا ما شفتش انا 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 لا انا بلاش يعني. هذا الانكار. الحقيقه ان الموضوع ده يعني من كلامها تفهم الاصول الاسلاميه فين. تذكروا موقف سبي صفيه اليهوديه اللي محمد جمعها وهو على الطريق، وزوجات محمد كانوا بيتقول لك كده، عايشه بتقول لك احنا كنا واقفين مستنيين نشوف هيغطيها ولا مش هيغطيها، عشان لو غطاها تبقى زوجه ولو سابها مش متغطيه هتبقى سبيه. ليه؟ لانهم غيرانين، لانهم كارهين للي بيحصل لهم. كلما زادت عليهم واحده كلما كان الصراع اكبر. وكل الستات اللي اتكلموا قالوا ما فيش واحده ست تحب انه يكون لجوزها زوجه تانية خارج الطبيعه الانسانيه. اوكي. وبعدين عايزه بقى اتدخل الشرع، يعني انا رحت شفتها عشان بس يعني اشوف وسالته اذا كانت زوجه ولا مش زوجه، عشان انت عارف الشرع الاسلامي. هو حضرتك مثلا لو كانت البنت خلفت كنت انت هتاخدي الطفل تربيه مثلا وتعتني بيه من امتى؟ وبعدين تتجرأ وتقول انها انه كان من سوء حظها انها قبلت هذه المرأة. من سوء حظك ليه؟ ليه من سوء حظك؟ اعتقد ان ممكن تكون دي نقطة النور الوحيدة اللي حصلت في حياتك. ده رأيي الشخصي للي هتشوفوه عن مين هي كيلا بعد كده. ولكن انها تقول انه من سوء حظي ان انا شفت هذه المرأة، ترى فيه الكراهية لانها امريكية، الكراهية لانها كافرة، الكراهية من كل بقى منظور المرأة الغيرانة جدا، ولكن أيضا لأنها ليست مسلمة وليست يعني دي تحطها بقى في طبقة تانية. وبعدين تتنصل من أنه الستات ممكن هم اللي يكونوا وشوا بكيلة. فالحقيقة أن ردها صدمني، لأن هي اللي وشت على سابين وخلت البغدادي يضربها ويغتصبها وكل ده، او يحاول اغتصابها. يا جماعه في فرق كبير بين النور والظلمه. ال- 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 الناس دي عاشت في ظلام دامس وهو نابع من الشرع اللي تشبعوا به، ولكن دائما الله يظهر نوره في الوسط. خليني أقول لكم مين هي كيلا. كيلا هي بنت اتربت في أريزونا، كانت أمها بتقول إنها يعني كانوا بيخلفوش، ولما خلفوها كانت فرحة كبيرة ليهم وكانت غالية جدا عندهم. ولكن كيلا كانت متميزة جدا لأنها كانت بتهتم بالناس اللي حواليها، وكانت بتبص خارج صندوق أمريكا. هي كانت بتحاول انتمت إلى منظمات للإغاثة عشان تساعد الناس اللي في سوريا أو اللي في غزة أو أماكن الحرب دي. راحت مع منظمة اسمها أطباء بلا حدود. ويعني في هذه الفترة اللي حصل أنه قبض عليها في 2013. أنا هحط لكم الفيديوهات اللي جاية دي، هتكون
باللغة الإنجليزية، وأنا هتكلم في وسط الفيديو أترجم لكم اللي بيتقال، بس أنا حباكم تشوفوا صورة البنت، حياة البنت، تشوفوا الأهل، تعرفوا مين اللي تأثر، وتعرفوا مين اللي تعامل بسلام، وتعرفوا مين اللي قدم يعني بصدق مساعدات، ومين اللي قدم الشر، وكانت النتيجة إيه. في الفيديو ده هنشوف بنت بتحب الحياة وبتحب الآخرين، بتسافر في العالم علشان تساعد الآخرين، وأهلها كانوا فخورين جدا بيها، بيقولوا إنها كان عندها رحمة وتعاطف مع الآخرين. كيلا كانت دايما بتقول إنها بتتعلم أو أنت بتتعلم عن نفسك من خلال الآخرين وتتعلم الحياة، وده تعليم لا ينتهي. وفي يوم من الأيام في 2013 في بيت أهلها وصل الفيديو ده: اسمي كيلا مولر، أنا محتاجة مساعدتكم، الأمر مرعب جدا هنا. بنتهم اللي عندها 24 سنة وقعت في إيدين الجماعة المفزعة داعش. تخيلوا البنت اللي راحت تساعد كانت بتشتغل في المستشفيات مع أطباء بلا حدود علشان ترعى الأطفال، ده كل اللي كانت بتعمله، وكانت رايحة مع منظمة إغاثية عالمية معروفة. يعني من العجيب إن بنت البغدادي كانت بتتعالج في مستشفيات، وكانت طفلة بيبي لسه عندها محتاجة إيدين هؤلاء الأطباء، ولربما كانوا في نفس المستشفى اللي كانت فيها بنت البغدادي، ولكن قبض عليها مع ثلاثة آخرين، وفجأة حياتها اتغيرت. نشوف في الفيديو اللي جاي صورة للحياة اللي عاشتها كيلا، وأيضا شهادة من الناس اللي كانوا عايشين معاها أو سجنوا معاها. سجنت وعذبت، والعالم كله ما كانش يعرف ازاي قد ايه تنظيم داعش كان مرعب مع الأسرة بتوعه. عاشوا في مكان مظلم وضيق وقذر، كان في ثلاث نساء معاها في السجن. After being alone for several months, Kayla was joined by three more. بعد ما كانت لوحدها، بيقولوا الستات ان هم دول البنتين دول طلعوا حرروا، بيقولوا ادوهم عبايات يلبسوها، عبايات سودة. وأصبح من الواضح جدا انهم هيستمتعوا بتعذيبنا او بقتلنا. وجهادي جون كان من سجانهم، بيقولوا ان هم كانوا شايفين انهم بيكرهوا الامريكان جدا، عشان كده عملوا كيلا بقسوة وكرهوها لمجرد انها امريكية. دائما هتلاقي هناك سبب للكراهية، وفي الاسلام من اسباب الكراهية انك تكون الغير المختلف الخارج عن اطار الايمان بتاع الاسلام. الفرق بين كيلا اللي ضحت براحتها وتنعمها عشان تساعد الآخرين مرعب مرعب. هي واحدة لم تأتي إلا لأنها بسبب إيمانها أيضا، لأن كيلا كانت مؤمنة ومسيحية ومن عيلة مسيحية، كانت تعلم إنه الله إدانا الفرصة إن إحنا نكون معطين ونساعد الغير. كيلا وهي في الأسر كتبت جواب لأسرتها، وفي الجواب ده بتقول حاجة، بتقول: ماما علمتني، بفتكر اللي ماما علمتهولي، إن أنا دائما أعتمد على إن الله هيكون معايا دائما. وبعدين في وسط الأسر والتعذيب اللي انتوا هتسمعوا عنه دلوقتي أكتر، قالت حاجة يعني دهشتني، انه اول بداية الجواب بتاعها قالت: انا اكتر حاجة بتألمني ان انا سببت لكم ألم، بتقول لأهلها كده. مع العذاب اللي هي فيه بتقول: انا
زعلانة إن أنا سببت لكم الألم والعذاب اللي أنتوا عايشين فيه بسبب حجزي. أتمنى إني ما كنتش سببت لكم الألم ده، يعني خلتني لو في حد تاني مكانها ممكن يقول ما تسيبونيش، اقعدوا تيأسوا مني، هو مش عارف ايه، انا عايز كذا، انا بتعذب، انا بتألم. لكن في خلال الجواب اللي كانت كاتباه لاهلها كانت بتطمنهم ان ربنا معاها، وبتعتذر لهم، وبتقول لهم انا بحبكم. الانسان اللي يفكر خارج اطار نفسه فيعيش خارج اطار نفسه فيكون بركه للكافرين. خلينا نشوف الفيديو اللي جاي. Back in Arizona, Kayla's parents held out hope that ISIS would treat an aid worker. أهلها ظنوا إن داعش هتعامل عاملة إغاثة برحمة. ولكن عرفوا إن هم قلعوا ضوافرها، حلقوا شعرها، عذبوها. فتوجهوا بقى للخليفة البغدادي، بيقولوا له كده احنا طالبين الرحمه لبنتنا، لو سمحت تكون رحيم، وانت الوحيد اللي تقدر انك تدي بنتنا الحريه. وبعدين الام بقى بتوجه رساله لكيلا، بتقول لها احنا عارفين ان الله معاكي، بيعضدك، لكن كنت اتمنى ان انا اكون معاكي. الامور لم تنتهي عند ذلك. اولا الصوره اللي احنا شفناها في الفيديو دائما بنلاقي انه الناس في الغرب لما بيجوا في الثقافه بتاعتنا وفي بلادنا تلاقي انه الانسان المؤمن بيحترم هذه الثقافه، فتروح واحده مغطيه شعرها، تلبس طويل، يعني تسال ازاي تتعامل مع الناس، فحتى وهم بهذا الألم الأم غطت شعرها برضو علشان إيه؟ تبقى قريبة من اللي بتتكلم معاهم، ما تسبب لهمش أذى برضو. والتانيين بيقلعوا ضوافر بنتها وهي مش عارفة بتتعذب إزاي كل يوم. في فرق بين الحياة والموت. اللي حصل بعد كده كان مريع، مريع جدا. خلينا نشوف. Back in Arizona, Kayla's parents held out hope that ISIS would treat an aid worker gently. They told us she had been actually taken out of the prison by Abu Bakr al-Baghdadi, the caliph of ISIS. لبيت الخليفة. They believed she was with a family. قالوا انها هتكون مع العيلة بتاعته، وهي الام صدقت انها هتكون مع عيلة، مثلا هتخدمهم، هترعى الاطفال، هتنظف البيت. لكن ده كان ابعد او يعني بعيد جدا عن الحقيقة. العيلة كانت حبسة كيلا كأسيرة سبية للقائد البغدادي. بتقول انه الاف بي اي قالوا للام انه الخليفة اتجوزها. بعدين كده بعد كده بتقول اعتقد ان هم قالوا لي كده لتخفيف الامر، وكان قصدهم انه بيغتصبها. فعلا المعلومات كانت بتوصل عن كل اللي بيحصل داخل بيت البغدادي عن طريق بقى اللي هربوا او اللي بيوصلوا الاخبار. من الصعب جدا انك واحده بتفكر بفكر انه قائد لازم يكون مثل للناس اللي حواليه، فتقول لك بقى هي راحت بيت الخليفه لازم هتكون في حمايه، ده احنا طلبنا منه يكون رحيم، ده احنا طلبنا كذا. واعتقد انه لازم يكون اذا كان واحد متدين، يعني ما هم الامريكان بيفكروا كده، يفتكروا ان المسلم يعني الفناتك المتعصب ده مش يعني مش دايما كلهم اشرار ولا حاجه، انه التشبع بالاسلام المفروض يصلحهم لانهم ما يعرفوش حاجه عن الاسلام. الحقيقه ان المسلم البعيد عن الاسلام اللي بيعمل الحاجات اليوميه ده هو المسلم
اللي يعني يمكن يكون أكثر قبولا لأنه يتغير ويتعلم ويفهم ويكون عنده رحمة وكل ده. أهلنا كلنا العابرين ما كنا كده، كنا ناس عايشين في ظلمة لكن ربنا فتح قلبنا للنور. لكن يعني ما حصلش مثلا أنه حد من أهلي مثلا ضربني ولا عذبني ولا حاجة زي كده، ما حصلش، لأن الشر ده ما كانش فيه. لكن لو كانوا متشبعين بالإسلام بقى لكان زماني بقى اتعلقت من شعري واتجلدت واتقطعت وممكن موت زي ما حصل لعبرين كتير. هي معتقدة ان الخليفة هيكون امين، لكن الخليفة كان الحقيقة منفذ للشرع الاسلامي، عنده سبية، هو لا يهتم بأي شيء غير انه يثبت جبروته و امتلاكه للكل بقى. السبايا او الازيديات، للاسف يعني انا اسفه مش بحب اقول عليهم سبايا، لكن المختطفات الازيديات اللي خرجوا من بيت البغدادي كانوا بيقولوا انه البغدادي كان بياخد 3-4 ستات او من المختطفات او الاسيرات كل يوم. مش عارفه خلافه ايه دي، ده خلف خلاف، ده تخلف. في ناس اتكلموا عن اللي حصل لكيلا اللي كانوا معاها زي الاثنين اللي انتوا شفتوهم دول، اتكلموا عن فترة السجن. دول ما كانوش في فترة في بيت البغدادي، دول اتنين أسرى قدروا أهليهم ان هم يحرروهم ودفعوا فدية، لكن الحكومة الأمريكية الحقيقة ما بتدفعش فدية للإرهابيين، فكيلا ما قدرتش انها يدفع لها فدية. ففي كان من الستات اللي انتوا شفتوهم دول اتكلموا على التعذيب في السجن، لكن كان في بنات جوه بيت البغدادي اتكلموا بالتحديد عن الحقائق المرعبة اللي احنا ما كناش نعرفها اللي حصلت لكيلا. واحدة من البنات قالت انه البنت كانوا يجوا يندهوا الكيلة لما يكون البغدادي موجود، فتروح وهي مرعوبة وترجع مكسورة ومهزومة ومتألمة وترقد على سرير تغطي نفسها وتبكي. ولكن في نفس الوقت كانوا بيقولوا إنها كانت بتشجعهم وبتساعدهم وبتعتني بيهم بقدر إمكانها. شوفوا في الصورة دي الترجمة بتاعت ده بتقول إنه سبية، يعني سكس سليف بيقولوا عليها إيه، سبية من السبايا، عبدة للاستخدام الجنسي، يعني عندها 13 سنة كانت مع كيلا. وبتقول إن كيلا يعني هي اللي ساعدتها انها تهرب من بيت البغدادي. وبتحكي القصة بعد كده، خلينا نشوف السلايد اللي بعد كده. هي البنت عندها 13 سنة ومن يزيدية وكانت في بيت البغدادي، و هو كان بيغتصبها زي ما بيغتصب الباقيين، وقدرت انها تهرب هي والبنات اللي معاها، وطلبوا من كيلا انها تهرب معاها. لكن كيلا قالت لهم لا، شجعتهم ان هم يهربوا وقالت لهم انها لو هربت معاهم الدواعش يعني هيلحقوهم بشكل اكتر. ما كانوش يعني كانوا بيلحقوا الأزيديات، لكن لأنها أمريكية ولأنها مهمة بالنسبة لهم ولأنها نقطة مقايدة ولأنها سبية البغدادي كانوا البنات دول مش هيتسابوا، لأن البغدادي كان حاططها كنقطة لإهانة أمريكا كلها لفرض سيطرته على يعني المشهد، لأنه يكون عنده بنت أمريكانية بيغتصبها كل يوم.
حقائق مرعبة حصلت في الوقت ده. يعني في بنت تانية عرضت عليها انها تهرب معاهم، قالت لها انا مش عايزة رقبتي تتقطع، انتوا هربوا لان انتوا ليكوا فرصة. والحقيقة مش يعني مش واحدة او اتنين. في محاكمة الشافعي الشيخ، الشافعي الشيخ ده شخص هو وشخص آخر معاه كانوا من قادة داعش، وأعتقد أنهم من إنجلترا، وكان بيتقال عليهم البيتلز. فهو اللي قتل الاثنين الصحفيين والراجل التاني اللي هو كان مع كيلا برضو في منظمة الإغاثة، ويقال أنه هو أيضا قتل كيلا. فهو يعني بقاله سنين بيتحاكم والناس بتشهد عليه، شهدوا عليه أزيديات كثيرات، شهدوا عليه المحتجزين اللي كانوا الأمريكان ومن الخلفيات أو جنسيات أخرى على البشائع اللي قام بيها الراجل ده، ولكن الكل اجتمع على انه الراجل ده يعتقد انه هو اللي قتل كيلا ايضا مع الثلاثة زمايلها. في بنت أزيدية اسمها ليا ملا او ملا، يعني مش عارفة ازاي بتتنطق سامحوني. ليا شهدت على في محاكمة الشافعي، وقالت انه كيلا كانت بتدافع عنهم وكانت بتعتني بيهم، وكانوا هي وايضا جولي قالوا انه هي كانوا بيقولوا لها انتي اختنا الكبيره، بينادوها بيك سيستر، انتي الاخت الكبيره، لانها اعتنت بيهم وضحت بنفسها علشان يكون ليهم فرصه في النجاه. دي صوره للحب المسيحي، دي صورة حقيقية لتعليم الله في قلوب المؤمنين. أما بشوف أبو وأم كيلا على الفيديوهات الموجودة دلوقتي، وخاصة بعد ما ظهر الحكم على الشيخ، تشعر بأنهم عندهم ثقة في الله على كل الأحوال. لكن أيضا عندهم أمل، عندهم أمل أنه لأنه ما لقوش DNA بتاع كيلا لحد النهاردة أنها ممكن تكون عايشة، وعندهم ثقة أن الله هيعتني بيها أو ممكن يكون بيستخدمها في حياة حد. أنا الحقيقة لما فكرت كده حياة كيلا كان شكلها ايه جوه بيت البغدادي، مش بس مع الأزيديات المحتجزات، ولكن سألت نفسي هل في كل مواقف التعذيب اللي هي مرت بيها، هل قدرت تقول لحد انا بغفر لك مثلا؟ اعتقد انه ده ممكن. هل قدرت تقول لحد انه ربنا بيحبك؟ اعتقد ان ده ممكن، لانها الى النهايه كانت محتمله ومعطيه. لكن من سنه 2013 لسنه 2015 عندما اعلن داعش يعني مقتل كيلا، قالوا انها اتقتلت، وقالوا انها قتلت في قصف اردني. وطبعا دي بقى ايه الكذبه الكبيره اللي محدش بقى بيصدقها دلوقتي، لانه مفيش حاجه اسمها كل المحتجزين الامريكان اليهود كل حد من الجماعات الارهابيه دي ياخد الرهائن ويقول لك دول ماتوا في القصف بتاعكم، انتوا اللي قتلتوا ناسكم. او القصف الاردني كان بيقصف داعش في إطار اتفاقيات دولية، لكن الواقع إنها قتلت على يد أحد واحد منهم، أو إنها ما زالت
عايشة وعندها فرصة للنجاة أو فرصة للحياة محدش يعرف. من 2015 لحد النهاردة شفنا أنه يعني كانت بدايات داعش خلاص، يعني نهايات داعش خلاص ابتدت بقى من 2015 وطالع، مش كده؟ لكن لكل شيء تمن زي ما قلنا، ودي مش حاجة احنا بس بنقولها لكن احنا عارفينها وبنختبرها. كيلة كانت نهاية البغدادي، ولكن أولا بص كده لنهاية كل اللي شفناهم وسمعناهم في الأسابيع الماضية دي، بس في الأسابيع الماضية ده، غير بقى اللي من نهايات داعش بقى والمعسكرات اللي اتحط فيها الناس الدواعش بكل الأسر بتاعتهم، شفنا فيها مصايب وكوارث. يعني المخيمات والستات والأطفال اللي عايشين فيها مخيمات لتفريخ الدواعش، عايشين فيها ناس بعقليات ما زالت عايشة في العصر الحجري، وحياة بائسة يائسة، وأطفال ليس ليهم مستقبل، عمرهم ما يخرجوا من إطار هذا السجن. ده تمن للي عملتوه مش بس في كيلة لكن في ناس كتير. قاتل كيلة بيحكم عليه بالسجن مدى الحياة لكل شيء تحت السماء وقت. دائما هناك ثمن يدفع. البغدادي ومرات البغدادي وكل الستات اللي اتكلموا من زوجات البغدادي أو بناته عايشين فين؟ انتوا متوقعين إنها مثلا عايشة في بيت ولا حاجة؟ لا، هي مسجونة برضو، وهي أيضا مكروهة من الناس اللي كانوا عايشين معاهم الدواعش التانيين. فبيسألها المذيع، وأنا اندهشت الحقيقة إنه بيسألها ليه السؤال ده، بيقول لها إيه نصيحتك للنساء؟ فنصيحتها للنساء انه عيشوا علشان خاطر الاطفال، وانه الاطفال ما لهمش ذنب، وكفى ما حدث. وقعدت بقيت يعني تنخع كده شويه حاجات من النصايح اللي هي لا تصلح لانها تعطيها ابدا يعني، ولكن في النص كده قالت ايه؟ قالت واذا كان لينا نصيب في هذا الامر الله يعيده. يعني ايه؟ يعني لو كان في نصيب ليهم في إن الخلافة تعود، ربنا هيعيدها بقى في وقتها. هذه المرأة اللي قعدت تقول لك احنا ستات وملناش حاجة، وانا عمري ما شفت سوء النخاسة، وانا عمري ما عملت مش عارف ايه، ولم اقابل هذا، ولم اسمع عن ضرب مش عارف ايه، كل ما انكرت عادت ومسحته في الجملة اللي قالتها إن كان لينا نصيب. هي لم تؤمن بالخلافة، والخلافة كانت من زمن بعيد، هي لا تؤمن بالسبي، والسبي كان مش عارف إيه، عادت وأكدته في كلمتين وقعوا منها، إن كان لينا نصيب هترجع تاني. وبعدين المذيع سألها هل تعلمي إن العملية اللي قتلت أبنائك وزوجك كان اسمها كيلا مولر؟ فقالت الحقيقة ما أعرفش، أعتقد إنها بتكذب أو تكون صدمت إن العملية اللي خلصت على البغدادي وأنهت هذه الكذبة الكبيرة وهذا الشر الكبير، سواء عرفتي ولا ما عرفتيش، للشر يوم يواجه فيه الله العادل. الرب اللي بيقول أنا الرب فاحص القلوب ومختبر الكلى لأعطي كل واحد حسب طرقه حسب ثمر أعماله. مرعب الآية دي، مرعبة. أنا هأعطيك حسب طرقك. افتكرت فيها
فرعون لما يقول وقس قلبه، فرعون قس قلبه، هو قس قلبه، فربنا قال له خلاص قسي قلبك حسب طرقك حسب اختياراتك. بصلي ان الله يعطي توبة في حياتكم. لن يمضي هذا اليوم او هذه الحلقة من غير ما نشوف الفيديو القادم اللي فيه عملية كيلا مولر، اللي تم فيه الإنهاء على هؤلاء الأشرار. خلينا نشوف. دي صورة للجنود اللي كانوا موجودين على الأرض اللي نزلوا ينفذوا العملية. These fighters opened fire on our aircraft, and what you see in the video is the actual response. من الطيارات. So this is a video of the assault force actually closing up to the compound. ودول الجنود وهم داخلين المجمع او المكان اللي كان موجود فيه البغدادي. وبيقول بعد كده انه اللي انت هتشوفوه بعد كده observer US standoff munition striking the compound. For those of you that may have seen before and after pictures of the compound. هتشوفوا انه لو بنشوف الصور اللي قبل كده واللي بعد كده انه الكومباوند ده كله اتسوى بالارض. للأسف للأسف، لأنه كان في أبرياء، لأنه كان في أطفال ما لهمش ذنب. هذا الرجل حتى لم يرحم أبنائه اللي هو قاعد جنبهم بحزام ناسف، بس حسب طرقك وحسب ثمار أعمالك. الفرق بين معنى احفظ قلبك، لما الرب يقولك احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة، من قلب كيلة مخارج الحياة كانت بركات ومساعدة ومحبة وغفران، ومخارج الحياة المرة اللي عاشها البغدادي وعيلته وتابعيه. وماذا يقول العالم عما رأوا اليوم؟ الكتاب بيقول كده أنه في إنجيل لوقا بيقول كده، هل مصر أصر بموت الشرير؟ يقول السيد الرب، ألا برجوعه عن طرقه فيحيا؟ يعني هل أنا، الرب بيقول لك هل أنا أصر بموت الشرير؟ أنا أسفة، ده حزقيال. ولكن برجوعه عن طرق الشر وحياته. المسيح جه عشان يكون ليكم حياة ويكون ليكم أفضل. المسيح جه عشان تكون أنت نور للعالم، وإحنا كلنا ملح للأرض، نبارك نعطي. وأنا بفكر في كيلا وبقول يا رب اللحظات الأخيرة في حياتها لو كانت عاشت أو ماتت، أنا مش عارفة إذا لو هي ماتت فعلا، اللحظات الأخيرة في حياتها كان شكلها إيه؟ أعتقد إن الحاجة الوحيدة اللي هي قررتها كتير هي إنها عارفة إن الله معاها. وشفت بعيني كده يعني وأنا بفكر فيها مشهد استفانوس وهو رافع عينه للسماء وهو بيرجم وبيقتل وعارف انه هيقابل سيده. استفانوس مات وهو عارف انه عمل اللي ربنا عايزه. كيلا اجبرت على حاجات ما كانش ممكن توافق عليه، لكن كانت عارفة من جوه قلبها انها ماتت وإلهها حبيبها حميها مازال راضي عنها. عارفة يا رايحة فين؟ أنت عارف أنت رايح فين؟ افتكرت أيام 9/11 وكل الفرح والتهليل اللي الناس هللته لأنه حصلت ضربة. القاعدة المنظمة الإرهابية، والناس قاعدين في شوارع مصر وغيرها من البلاد العربية بيهللوا للقاعدة زي كده ما بتهللوا الحماس، وما بيقتلوا اليهود والأطفال والأبرياء، وأيضا يقتلوا الغزاويين.
ويجوعوهم، بتهللوا للشر، بتتحدوا مع الشر. كن انت خير، راجع قلبك قدام الله، قول يا رب افحص قلبي، ساعدني اني اكون انسان يعكس صورة محبتك. في ايات يعني وانا بفكر ازاي الناس دول عاشوا في هذا الشره الجنسي والعنف الشديد، في بيقول كده في رسالة كولوسي: فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الرضية، الطمع الذي هو عبادة الأوثان. كل دي شهوات رضية. هؤلاء الناس اللي بيختاروا هذا الشر عاشوها عادي عادي، كل ده يخالف قلب الله. لما اما شفناه بقى بفجاجه وابتدينا نشوف بقى القتل والذبح ومش عارف ايه، ابتدينا نقول يعني لا، ما هم اصلهم مش مسلمين قوي مش عارف ايه. وبعدين الازهر يقول لك لا احنا مش هنكفرهم، اصل يعني ما نقدرش نكفر حد بيقول لا اله الا الله، وهم بيكفروا الناس كلها. بصلي ان الله يفصلكم عن ذلك. في اله واحد محب صالح قادر عظيم، بيقول لك أنا ماليش مع الظلمة شركة. لو قلبك ميال لأنك تقول بس معلش ما هم يعني الناس دول برضو بيعملوا حاجة للإسلام، سواء كانوا داعش ولا القاعدة ولا الإخوان المسلمين ولا الإخوان السلفيين اللي موجودين على الأرض في مصر مثلا ولا في غيرها من البلاد، أو متمسكين بالإسلام، ولكن الناتج شر والناتج مر في حياة الناس. لو كان قلبك ميال لده قول يا رب غير قلبي، افحص قلبي يا رب، لأنك كده بتميل للشر. والرب لا يصر بموت الشرير. البغدادي وكل من تبعوه وكل من عاشوا معاه اختاروا انهم يمشوا في طريق الشر، فكانت النتيجة في حياتهم شر موت. بصلي يا رب لكل ست او راجل من الدواعش الموجودين على الارض، انت يا رب ورتنا من خلال حياة الناس دول انه في منهم كثيرين جمل المسيح. بصلي انه النهاردة يستجيبوا لكلمة الله ومحبتك ورعايتك و قدرتك على إنك تخرجهم من الظلمة إلى النور. لكل المجد أشكركم وإلى اللقاء.